الولايات المتحدة الأمريكية اليوم موجودة في العراق، باربرا ليف هي موجودة في الداخل العراقي وهي متوجهة إلى أربيل، ونحن نتحدث اليوم عن ضربات. بعض الأنباء تقول صواريخ الكاتيوشا، أنباء كثيرة الآن تتحدث عن طائرة مسيرة تركية هي التي ضربت. الكثير من الضربات بمعدل ضربة في الأسبوع الواحد في إقليم كردستان. هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بتقديرك بهذا التوجه بهذا التحرك على حل هذه المشكلة المرتبطة بالطاقة والتي ممكن أن تؤثر على أوروبا بأكملها؟ ما عرضته الآن في التقديم هو يعني فوضى متعددة الطبقات لحقيقة ما يجري على الأرض الآن. الولايات المتحدة وحدها لا تستطيع حل هذا المأزق. يمكن أن تستعرض عضلاتها، يمكن أن تطير B-52 مثلا في الهواء وأن تحضر مقاتلين من دول المنطقة، ولكن هذا من شأنه أن يزيد من مستويات التوتر في المنطقة، لا يحل المشكلة أبدا. وبالأخذ بعين الاعتبار العرض الذي قدمته، هناك أمر شديد الوضوح، وهو أن الحكومة العراقية، الحكومة الاتحادية، ضعيفة جدا، وهي بحاجة لأن تتخذ إجراءات أشد من ذلك. ما قدمته ركز كثيرا على منطقة كردستان، وباربرا ليف الآن موجودة لتقول طبعا بأن تتحدث الأطراف معا وأن تتحاور الأطراف، ولكنها لم تقدم حلا بذلك. أعتقد بأن ما ينبغي القيام به، الرئيس الكردي يحتاج لأن يكون أكثر جزما في مطالبه، خاصة ضد تركيا، وأن يطلب من الولايات المتحدة أن تضغط على تركيا أكثر فأكثر لوقف هذه الهجمات التركية والتي تزعزع الاستقرار يعني بمنتهى البساطة. وبالمقابل الولايات المتحدة ينبغي كذلك أن تتحدث إلى الأكراد من أجل تخفيض أي تهديد قد يمثله الأتراك أو يشعر به الأتراك من جهة البي كي كي، حزب العمال الكردستاني. وأما الأتراك كونهم يغطون دوافعهم الحقيقية، ما هي دوافعهم؟ لديهم قواعد وهم يرغبون في الحصول على النفط. أربيل وكل هذه المنطقة غنية جدا بالنفط، وإذا كان للشركات الأمريكية أن تبتعد باستثماراتها عن هذه المنطقة، فمما لا شك به أن الأتراك يرغبون في أن يحلوا محلهم، لأن هذا يعني مزيدا من النفط لهم، فهم يعتمدون تماما على النفط، وهذا من شأنه أن يخفض من اعتماديتهم على النفط الروسي مثلا. فإذا الأتراك لديهم عين اقتصادية وجيوسياسية على هذه المنطقة، ليس فقط بسبب بعض عناصر الحزب العمال الكردستاني، هذا مجرد ذريعة، وإنما عينهم على النفط. وأنا أعرف الرئيس سالي سابقا قد طلب من الأتراك ألا يهاجموا هذه المنطقة، ينبغي أن يطالبهم بالخروج من هذه المنطقة. والحكومة المركزية في المقابل ينبغي أن يدعمها الأمن العراقي أكثر وأكثر في التصميم على إقصاء النفوذ التركي طبقا لذلك. أنا أعلم بأن الأتراك طبعا متواجدين كثيرا في هذه المنطقة، ولكن جيوسياسيا الأتراك يرغبون في هذه المنطقة ويرون بأنها امتدادا لخلافتهم ولإمبراطوريتهم العثمانية، وأعتقد بأن هذا هو غرضهم النهائي، أن تمتد أراضي تركيا إلى هناك. ولكن إذا رغبت العراق في أن تستقل حقيقة وبمعنى الكلمة
وأن تعمل كدولة فينبغي ألا تعتمد على الولايات المتحدة لطردهم في الخارج، وإنما ينبغي أن يتخذوا هم زمام المبادرة إلى ذلك. الحكومة المركزية ينبغي أن تتخذ هذه المبادرة، ولكن إلى حد الآن وطالما أن الولايات المتحدة موجودة هناك لم يحل أي أمر. فإذا الحكومة العراقية ينبغي أن تسأل ذاتها أو تقول لنفسها الحكومة هذا لم ينجح إلى حد الآن، فإذا دعونا نجرب مسارا آخر من الإجراءات، وهي أن نكون أكثر جزما وحزما في القيادة وأن نتجاوز عن خلافاتنا وأن نتبع الدستور وأن نعمل كحكومة فعلا وأن نكون أكثر حزما وجزما في المستقبل. وأعتقد بأنه إذا حدث ذلك فستتغير الأمور بالفعل.